محمد قول لنا بقى يعني انهلنا السيزون، قول لنا ايه اللي حصل بقى في السيزون وازاي قدرنا نوصل للنهايه السعيده اللي احنا شايفينها دي والمتسابقين مبسوطين وجمهور كتير جدا وفعاليه ناجحه الحمد لله. طبعا بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. موسم جميل طبعا، ابتدينا من شهر اكتوبر 2014 استمرارا بهذا اليوم، نذكر التاريخ 21 مارس 2015. اكثر من 40 فعاليه طبعا وقيمت، جهد كبير. هناك طبعا طفره نوعيه في رياضه المحركات، 7 بطولات يعني تقام في الجمعيه اضافه الى بعض البطولات طبعا الاخرى. هذه كل البطولات طبعا وضعت نشوف نتفك احنا نسمع طبعا مستمتعين. انا يعني بالنسبه لنا مستمتعين بصراحه يعني حماس شباب والجمهور مستمتع طبعا، هذا الحماس اللي موجود معنا من فراغ تمرين من طبعا المواظبة على التمرين كان هو الاهم، مشاركة في البطولات بتواقيتها مثل ما شاهدنا طبعا الابطال اليوم موسم جديد. طارق الشيهاني يحرز بطل الموسم، طارق طبعا اول مشاركه له في هذا الموسم واحرز بطل الموسم، فدليل هناك في مواظبه على التمرين، في مواظبه على المشاركه، ايضا المشاركات الخارجيه، الاحتكاك بين المتسابقين، اسلوب المتسابق، اداؤه، لبسه، مظهره، هذه كلها دلاله هناك ان الجمعيه طريقة يعني مدروسة، وأيضا المتسابقين يطوروا نفسهم بطريقة مدروسة. أنا يعني ما نبغى نفتح الجمعية ونبدأ فيها، ولكن هي دلالة أن الجمعية حققت ما تصبو إليه يعني وبطريقة أكبر. والموسم القادم احنا طبعا شيء طبيعي نؤكد أنه الجمعية ما بتخرج عن هذا الإطار أكيد للأحسن. إذا نتكلم عن البطولات الأخرى، بطولة عمان للكارتينج، عندك SWS اللي هي عندك بطولة التحمل، عندك روتكس ماكس، أيضا لنخرج عن الإطار الثاني بطولة الدريفت، عندك سباقات السرعة اللي احنا شهدناها، عندك أيضا الرالي، عندك الدراجات النارية. كل هذا التنوع طبعا من بداية الموسم، جمعة وسبت، جمعة وسبت، جمعة وسبت، والجمهور حاضر ومتواجد طبعا، والجمهور حاضر متعطش لمثل هذا الرياضة. وسائل الإعلام سلطت بطريقة كبيرة مثل هذه البطولات، كل كان يتمنى الظهور الإعلامي. لا ننسى أيضا ما أقمنا خلال الفترات الماضية من سباق للتحمل، أقصدي سباقات للاستعراض الحر للسيارات، الجمهور، حضور الجماهير الكبير، التواصل، خاصة أيضا ما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي. شركة ذا بوينت نذكرها بعد طبعا كانت حاضرة وبقوة يعني بالفعل، يعني عدة أداء كبير ما يتعلق أيضا بإدارة صفحة الجمعية بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، الانستغرام، أيضا في فترة فيسبوك واليوتيوب، أيضا تواجدها، تصويرها لهذه الفعاليات، المتابعة المستمرة لكل ما يتعلق بأنشطة الجمعية، هذا كان له الدور. هو بدون الزخم اللي كان عندكم والتنظيم الرائع وكمية الفعاليات دي ما كانش أي حد يقدر يعمل حاجة طبعًا بصراحة طبعًا. يعني كان له دور كبير جدا يعني. صحيح، هو المادة دسمة طبعا، إذا كانت موجودة مادة دسمة وبدون الإعلام طبعا احنا كنا بنضيع الموسم كما يقول لك بدون أي حاجة عملناها. ما كانش حد بس حس بيها طبعا يعني. فبالتالي أيضا نشكر وسائل الإعلام المختلفة، المرئية، المسموعة، المقروءة، وأيضا وسائل مواقع التواصل الاجتماعي أدوا أداء كبير. فكل الشكر لكل من ساهم من مجلس إدارة الجمعية العمانية للسيارات، الإدارة التنفيذية، الموظفين، الجنود طبعا اللي خلف الكواليس، هم اللي كانوا طبعا من المتطوعين طبعا اللي موجودين، المارشل، الفريق الطبي طبعا لرياضة المحركات، كل الشكر لهم طبعا.